احنا سلموا عليك برشا برشا ونسلموا على اخوان الجزائريين وين ما كانوا يسمعوا فينا. ساعة قبل كل شيء نحب نقول لك مبروك على نجاح دورك ونجاحك في تونس خاصة. كيفاش قاعدة تستقبل في ردود الفعل سارة؟ الله يبارك فيك يبارك فيك ومبروك لكل تونس اللي كانوا معنا في المسلسل الجزائريين كذلك مبروك علينا النجاح في الجزائر وفي تونس. أنا فرحانة بزاف بس مقبل صح خدمت في الجزائر صح أول مرة يعني كان عندي بعد مغاربي كما نقولوا دونك جو سي كرام يتابعوا فينا بزاف في تونس الحمد لله المسلسل نجاح وحنا في المغرب وفي بلدان اخرى ثاني راهم يبعثوا لنا يتبعوا فينا في الاردن في قطر في الخليج في لبنان دونك مبروك علينا كامل ماشي غير انا. تخيلت ساره النجاح هذا اللي باش يعملوا المسلسل خاصه في تونس؟ هي احنا كي نكونوا ديما نخدموا في مثلا في عمل ما نصوروش النجاح تاعو من قبل باسكو احنا رانا نقولوا في قلب الحدث دونك ما نقدروش يكون عندنا بعد بصح احنا شفتي كنا واثقين من لاكاليتي اللي رانا نخدموا فيها كنا واثقين من السيناريو تاعنا حتى معناها اون جينيرال الكاستينغ تاعنا ايتي تري بيان معناها كل ممثل نحسو كان صح في بلاصتو بصح باش يوصل الكمية هذه من النجاح الحمد لله لا لا بغيت نصورتها مقبل بعثوا لي احصائيات هاد صافي دخلت هاد العشر ايام مشاعر وصل ل 40 مليون مشاهده في اليوتيوب معناها كل لي زيبيزود وهذه جو تخوف كو سي حاجه انورم باغابوغ معناها المسلسل انه نحبوا لهذا الرقم في رمضان. وسارة كيفاش لقيت التعامل المشترك التونسي الجزائري والتركي مع المخرج التركي كيفاش كان؟ روعة المخرج التركي أنا ماشي أول مرة نتعامل معاه خدمت معاه العام اللي مسلسل وما نعرفش ما كملناهاش هذه دوزيام اكسبيريونس تاعي معاه دونك كيما استانست شوية كيما تقولوا معناها والف بالمعاملة مع الأتراك بصح مع تونس هذه أول خطرة وما حسيتش أني نتعامل مع دي زيترونجي لا فيريتي أون ديغي كنت مع دي زالجيريان صافي تخي تخي بيان باسي والحمد لله شوفي الحاجة كون صافا بيان نشوفوا الريزولتا تاعها في ليكرون ونظن باللي الجمهور قدر يشوف دونك كيل بالا كونديسيون كنا نخدموا. سارة كيفاش تم العرض عرض عليك الدور كيفاش وشكون عرض عليك الدور؟ المخرج التركي اللي تعاملت معاه؟ بيان سور وي انا اخترت المخرج محمد غوث و دونك جي ايتي ابلي باغ محمد انس اللي هو كان مسؤول على هذا المشروع و فوالا لو كونتاكتور الجزائريين ثاني خيرهم شوفي هذا الكاستين تاعنا الى ايتي 100% شوزي بار لو رياليزاتور معناها الشخص ما جام يقول ما يكون المخرج مقتنع به معناها فريمون هو اللي خير شاك بيرسوناج. قاعدة تقرأ في الانتقادات سارة برشا نقد جاي على شخصية زهرة يقولوا برشا إنها كانت باردة شوية كيفاش لقيت كيفاش قريتهم الانتقادات؟ كاين بعض طبعا كاين بعض الانتقادات اللي قالوا على بيرسوناج انه بارد اكسيتيرا انا جو دي كو هادي سي لا بيرسوناليتي دو بيرسوناج دونك لو كاركتير كان مبني هكذا وانا بنيت هو ماشي وحدي بيان سور افيك لو رياليزاتور هذا كان لو بوان دو في تاعنا ابخي بيان سور لو بوبليك يقدر يحب كيما يقدر ما يحبش سي نورمال باش يكونوا فما اراء ايجابيه واراء سلبيه قداش انت راضيه على دورك ساره؟ انا شوفي انا سؤال شويه بيان شوفي اي ممثل يشوف روحه اون جينيرال نلقاو احنا لي زيرور نروحنا اكسيتيرا بصح كاداء معناها شفتي انا مقتنعه 100% الحمد لله. واقرب ممثل ليك ساره وارتحت انك تمثل معاه شكون كان؟ شوفي كاين بزاف تونيزا التوينسا كانوا بزاف انا خدمت في لابيلا بوكو بلوس جي اون ليان مع لي بيزيان كانت مدام سميره حيم خدمت معها بزاف اي جو لادور سام ابخي خدمت شوفي تو لي زاكتور جو مونتوندي بيان افيكهم. كان حاضر بحضينا البارح مهذب الرميلي كان حاضر في برنامج ميديا ماك الممثل اللي كان شارك في مسلسل مشاعر وقال انه ظروف العمل في مشاعر كانت اشبه بالعبودية وقال انه حتى ندم على المشاركة في مسلسل مشاعر ما مدى صحة كلامه؟ لا لا ما كناش نستغلوا في دي كونديسيون تاع العبوديه اون صافي تري تري بيان باسي شوفي في كل مسلسل ولا بلو بار الناشئين يكونوا لي كونديسيون دو ترافاي كانوا بالك شويه صعاب سا اريف في توت لي برودكسيون يصراو دي فوا دي بروبليم اكسيتيرا سي دي بروبليم كي سو ريغل وحنا وصلنا خدمنا افيك ان تري تري بون مورال اي دون اون بون هومور كيما نقولوا دونك نو ما كناش في عبوديه.
دونك كان التعامل فيه برشا مشاكل وبرشا زاد دي مومون باهين هكا ولا كي اي عمل؟ في اي عمل، في اي عمل، في اي عمل. طارق سارة، انت اليوم في بالك اللي وليت مشهورة في تونس وبرشا توينسا يحبوك، كيفاش تحس؟ شنو هي احساسك بعد ما تشهرت في تونس سارة؟ جو سوي تري تري كونتونت. دونك نقول لك علاش، باسكو انا قعدت 7 شهور في تونس. دونك لقيت بلي اون فيت فينالمون الخدمة والتعب اللي تعبت ما راحش هكذاك، صافي فيو، والعامل اللي نجح وكي تي امبورتون بور موا وسي سي كو معناها الجمهور التونسي اللي اكتسبوا ثاني لينا، وكيما نقولوا لو شالنج هاي تي غولوفي. دونك جو سوي تري تري كونتونت و لا جي هاب دو روتونيغ ان شاء الله اون تونيزي. ان شاء الله احنا فرحانين برشا بيك ساره، وان شاء الله من نجاح لنجاح، ونتمنوا لك التوفيق وان شاء الله مشاعر يعرف نجاح اكثر من هكا. كلمه الختام لجمهورك في تونس، نقول لهم بلي نحبهم بزاف، نحبهم برشا برشا، وبلي جي ادو فينير ان شاء الله لتونس باش نشوفهم. اي جي لو ريميرسي بوكو بوكو اللي راهم يتبعوا فينا. جو روسوا بزاف دي ميساج من دي تونيزيان سور انستغرام اكسيتيرا كي بو سوتيان. جي ميم مانمون دي باج فان تونيزيان حاجه اللي كنت جامي نتوقعها. دونك ميرسي بوكو بوكو، يعطيك الصحه. ميرسي ا تولي زالجيريان اللي راهم يتبعوا فيا، تولي جون سور انستغرام اللي راهم يدعموا فيا. ميرسي بوكو اي جو فو زام بوكو بوكو. ميرسي لي ميرسي دافوار ارتي. واحنا نسلم عليك برشا برشا، سلمنا على اخوينا في الجزائر. ميرسي بوكو، ان شاء الله رمضانك مبروك مره اخرى. كانت معنا النجمه الجزائريه ساره العملامه.